ليلة دامية وصباح حزين يحيى. نتحدث عن غارات استهدفت كل مناطق وسط قطاع غزة، مخيمات اللاجئين فيها، البريج، المغازي، مدينة دير البلح في شرقها، وبلدة المصدر أيضا في شرقها. وكل هذه الغارات والاستهدافات كانت على المواطنين ومنازلهم وتجمعاتهم. حتى هذه اللحظة ومنذ نصف ساعة من الآن وصل 9 شهداء من استهداف منزل كان قد قصف خلال ساعات الليل. لم تستطع الطواقم الطبية الوصول لمخيم المغازي حينها، وصلوا قبل قليل وانتشلوا 9 من الشهداء. هذا في مخيم المغازي. انتشل أكثر من 10 شهداء أيضا جراء القصف المدفعي الذي طاول مناطق شرق مدينة دير البلح، وهي المنطقة التي لم يعلن جيش الاحتلال أن بها عملية عسكرية. لذلك هذا السلوك ليس مستغربا، وإنما هذا هو المشهد من الجريمة الإسرائيلية المتواصلة. نتحدث عن 65 شهيدا حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط القطاع منذ 24 ساعة الأخيرة. ومنذ بدء العملية العسكرية عصر أمس التي بدأت بالقصف العنيف والمتواصل على منازل المواطنين في مخيم البريج والمغازي، كان عدد الشهداء ووصل حتى هذه اللحظة ل 54 شهيدا، والعدد في ازدياد. ما زالت الطواقم الطبية وما زال عدد كبير من المواطنين يواصلون محاولات الوصول لمناطق شرق وسط القطاع لمحاولة انتشال شهداء ما زالوا في تلك المناطق، وما زالت جثامينهم ملقاة على قوارع الطرقات التي استهدفت بالقصف المدفعي واستهدفت منازل كثير من المواطنين في تلك المنطقة. أعداد كبيرة من الشهداء. المشهد حقيقة لا يمكن للكاميرا أن ترصده لبعده عن الزاوية، لكن حقيقة مشهد مخيف. عشرات الشهداء مرتصة جثامينهم على الأرض لأن ثلاجة الموتى في هذا المستشفى الصغير والذي يعد الآن هو المركزي في ظل ضعف الإمكانيات، الثلاجة لا يمكن لها أن تستوعب أكثر من 15 شهيدا أو أقل من ذلك. الحال ينسحب على قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى الذي لا يمكن أن يستقبل أكثر من 30 جريحا على الأقل في الاستهدافات المتواصلة. لذلك نتحدث عن عملية متواصلة من القصف الإسرائيلي خلفت عشرات الجرحى وعشرات الشهداء أيضا، ومازال العداد في ارتفاع مستمر.